معاك يا كابتن ربيع في سهرتك الحلوه الجميله دي اللي ربنا يديمها علينا. امين يا رب. اقر واعترف مع كابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع ياسين، تقر وتعترف انك تتحمل مسؤوليه ازمه كورونا الشهيره في صفوف المنتخب، منتخب الشباب، خلال المشاركه في بطوله شمال افريقيا اواخر عام 2020؟ لا طبعا، لان كل حاجه كانت سليمه. سمعنا دكتور مسؤول، وانا كنت بنفذ التعليمات وماشي مع كل القرارات السليمه 100%، لا يمكن اتعدى اي حدود ابدا. فحدودي كانت مدرب بس. نعم. بس، وكان كل التعليمات اللي بيجي لي بنفذها على اكمل ما يكون. نعم. دي حقيقه. كابتن ربيع ياسين، تقر وتعترف انك غير نادم على القرارات التاديبيه التي اتخذتها ضد عمرو ورده رغم انه كان احد نجوم الفريق في التوقيت ده؟ طبعا. طبعا. محدش اكبر من النظام في معايا في المنتخب. نعم. لان كنت بسافر بس المنتخب مصر. نعم. اللي ايه عاوز يقدم لمنتخب، اي حد يخرج عن النظام ما بقاش معايا فوق. كابتن ربيع ياسين، تقر وتعترف انك كنت ناوي انك تترشح في انتخابات اتحاد الكوره في مرحله سابقه من حياتك؟ اه والله فكرت فعلا. فعلا؟ اه والله فكرت. وايه اللي رجعك عن طريق يعني انت عارف، هو كارير التدريب. صحيح. تقر وتعترف انك ترى في نفسك انك احيانا او كنت لك احقيه في تدريب منتخب مصر؟ طبعا طبعا. ليه لا؟ ليه لا طبعا. وما زال الحلم بيراودك؟ طبعا مش كده. طبعا. تقر وتعترف ان طريقه رحيلك من النادي الاهلي كلاعب سببت لك صدمه كبيره؟ لا، يا سببت لي شويه حاجات بس عشان كان انا بحبه خلاص، مش مشاكل تخطيتها. دي حقيقه. تقر وتعترف انك من فتره طويله كنت تنتظر الفرصه للعمل في الاهلي؟ ايوه دي حقيقه فعلا. طبعا عاوز اخدم كيان، يعني اقدم اي حاجه، اتعاون. ايه سر ارتباطكم العنيف بالنادي الاهلي ده يا كابتن ربيع؟ انت عارف ده احنا بنقعد في النادي قد ايه؟ نعم. هو انا لما يعني جيت الناس هتصحى وقابلتك، كنا بنقضي كام ساعه في النادي وكام ساعه في البيت. صحيح. لحد دلوقتي برمجنا نفسنا على الحياه في النادي الاهلي. ده بيتنا. الاهلي حياه. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. الاهلي حياه. الله يفتح عليك. دي حقيقه. لا لاي حد يتشرف. وانا بتشرف ان كنت فيهم لاعب في النادي واخدمه بكل ما املك. يا سلام. بكل ما املك. نعم. دي حقيقه. وموجود مش موجود، ده ناديه. نعم. اللي بعشقه وبحبه واتمنى له كل النجاحات. هسالك السؤال ده وجاوبني بصراحه. وحياه كل حاجه غاليه عندك هتجاوبني بصراحه. تمام. لو جاوبتني بصراحه هجاوبك بصراحه. اوعى تكون انت تقر وتعترف انك نادم على المشاركه في ازمه الكابتن جوهري مع النادي الاهلي سنه 85؟ بس خلي بالك انا تقر وتعترف أنا انك أوه. نادم على المشاركه في ازمه الكابتن جوهري مع الاهلي سنه 85؟ يا حبيبي انا ما كنتش موجود، كنا في المغرب تاني اهو. انا كنت في المغرب. اصل احنا دافنينه سوا. ما كنت في المغرب. ما انا كنت معاك في المغرب. طيب احنا بعتنا بيان من المغرب. احنا هنهزر؟ مش بعتنا بيان، مش كتبنا بيان وبعتناه من المغرب. مش الكبار اللي بعتوه؟ لا احنا لازم نتابع الكبار. لا انا قلت لك هتجاوب بقى، مش هتلف وتدور. اخر كلنا بعتنا نادم طبعا، كيان رقم واحد. نادم طبعا، كلنا ندمنا بعد طبعا كيان. بس احنا عدينا عشان احنا كنا في المغرب. كنا في المغرب عملنا حظنا كان فاكر الاجتماع ده كان فين؟